نشر صحفي سوري ملاحظاته عن سوريا بعدما زارها وجال في مدينته الأم اللاذقية قادما من الولايات المتحدة. وقد نشرت مجلة نيوزلاين الأمريكية مشاهدات الرجل السوري عن واقع البلد حاليا بكل تفاصيلها، من الحياة اليومية إلى المعيشية ثم الغلاء والهجرة وغيرها. نتابع ما أورده الرجل في هذه القصة. لابد أن تستعيد سوريا عافيتها يوما ما، إلا أن الأمل ضعيف أن يحدث لها ذلك خلال حياتي. لقد تغيرت سوريا إلى الأبد. هذه شهادة رواها صحفي سوري لمجلة نيو لاينز الأمريكية خلال استعراض مطول تحدث فيه عما حصل معه خلال زيارته الأخيرة لمدينته اللاذقية. يروي الرجل تعرضه للذل منذ وصوله إلى الحدود اللبنانية السورية، حيث طلبت منه مراجعة فرع الهجرة لحل مشكلة ما، وعندما فعل طلبت منه زيارة فرع الأمن للتحقيق هناك، حيث انتابه الخوف الشديد وهو لا يزال على البوابة. وعندما دخل غرفة التحقيق اعتقد أنه لن يغادر المكان حيا بعد 3 ساعات من الإهانات والتهديدات، أو في أحسن الأحوال سيمضي بقية حياته في إحدى الزنازين سيئة الصيت، لولا قيامه بدفع رشا مالية باهظة لعدة جهات حتى يطلق سراحه. استعرض الصحفي حال مدينته والتي أطبق عليها السواد والظلام، فالكهرباء لا تزورها إلا 4 ساعات في اليوم، وضجيج المولدات يملأ كل الأرجاء. يقول لا ازدحام في الشوارع، فبعد أزمة الوقود الخانقة أحجم الناس عن الذهاب إلى أي مكان. يضيف لما تمكن من تناول أي شيء ممكن أن يغسل بالمياه الملوثة، خوفا من انتشار الكوليرا التي أصبحت هاجسا حقيقيا نتيجة ارتفاع أعداد المصابين بها. كل شيء هنا بات مقننا، الوقود، الغاز، الطعام وحتى الخبز. الفقر يطغى على كل المشهد، وينشر الأطفال وكبار السن في الشوارع بحثا عن الطعام في حاويات القمامة، وهذا بالطبع لا ينطبق على الأثرياء من العصابات المقربة من الأسد الذين ما زالوا يعيشون في رفاهية كبرى. اختتمت الزيارة بخبر غرق قارب مهاجرين كان متوجها إلى أوروبا قبالة السواحل السورية بحصيلة بلغت 94 قتيلا. غادر الرجل مسرعا وتبخر كل ما حمله من أمل بأن الأوضاع قد تتحسن، جازما أن بلاده تغيرت تماما وإلى الأبد، وأن ما ينتظرها إذا بقي الوضع على ما هو عليه هو مستقبل أشد قتامة.